السلام عليكم. اليوم هنجرب منتج جديد من أرمور وول، مناديل تنظيف عمومي. في نوعين منها، في نوع بالريحة برتقال اللي فيها منظف الشحوم كمان ديجريسر، وفي العادي اللي جرب اليوم منتج اللي بالريحة البرتقال. العلبة تجي فيها 25 منديل، تقدر تستخدمها على الجلد، على المخمل، موكيت، سقف، البيبان. الجلد كمان طبعا في اي مكان عندك سواد ووسخ زي الاركان. شيلها على طول. حتى ينفع في السقف إذا عندك شيء بقعة. أكيد تبان مبلول، بس لما تنشف تروح البقعة أصلا راح. والمنتج أرمور أول Air Freshening Wipes. تنفع حتى على اي مكان، مخمل تبغى تنظف فيها وسخ، فيها شيء تراب ما يبقع. شكرا للمتابعة.